Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlil fele hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأسلها لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين قال القاضي أبو الشجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على المذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه ونكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في توفيقي للثواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.